وإلى خبر آخر متداول على نطاق عالمي وأثار غضب الكثير من محبين الفن والتاريخ في هذا الخبر. قام نشطاء للمناخ والبيئة باقتحام متحف اللوفر في باريس والاعتداء على لوحة الموناليزا الشهيرة من خلال سكب حساء القرع عليها. On va vous demander d'évacuer ici. On est riposte alimentaire et on demande la mise en place de la sécurité sociale et de l'éducation durable. الحمد لله على دولتنا، الحمد لله على الأمن والأمان اللي عندنا، الحمد لله على الراحة النفسية، على حسن التربية. يعني أحس أوروبا بالذات جميعها انكشفت قد إيش هي دول متخلفة، عذرا على الكلمة، بعد كورونا. بعد كورونا اتضحت أوروبا فعليا لا أمن لا أمان لا صحة ولا شيء عندهم، مستمرة على الأشياء القديمة اللي في العصور الوسطى وما زالت مستمرة، ولا حتى جددوا ولا حتى سووا ولا شيء، حتى تشوفين شوارعهم يا رب لك الحمد والشكر. أنت تستنيني عشان تجلديني في الآخر، طيب ناويتني كالعادة. لا بالعكس يعني موناليزا بنكهة القرع، إيش أحلى من كده. يعني هي كده بحد ذاتها صارت يعني لوحة فنية، ولوحة فنية أكثر. أنا أتوقع، وما أدري الواحد هل يحق لي أنه صرح بهذا الأمر ولا لا، يعني أنا أفهم أنه عندها مستوى حرية الرأي والتعبير وهم يعني أصدقاء للبيئة ويحافظوا على المناخ والكلام، بس ترى في الآخر الحكومات أصلاً بتقوم بدورها حتى أنها تحد من الانبعاثات الكربونية. ربما يعني في الدول الأجنبية مو قاعدة تقوم بدورها بشكل كويس، خصوصاً لما نعرف أنه حتى استخدامهم لطاقة الفحم وهو من أكثر الطاقات المضرة اللي بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون بسبب احتراق الفحم، يستخدموها في التدفئة، في تشغيل بعض الآلات وبعض طبعاً الناقلات المختلفة عندهم. أستغرب اللي كنت أبغى أوصله، هل هم أخذين الضوء الأخضر أنهم يعملوا هذا النوع من الفوضى، سواء هذه الحركة أو أنهم يقفلوا لك خط ويعطلوا الناس ويعطلوا العالم، وفي نفس الوقت الشرطة ما تقدر تمسكهم ما تقدر تسوي أي شيء؟ يعني طب ما إذا تبغى تحترم إنسانية هذا، احترم إنسانية اللي متعطل عن دوامه أو اللي مثلا يكون في طريق للمستشفى وغيرها. من ناحيتنا يعني نقول الحمد لله أنه إحنا أصلا دولتنا كمان بتوفر لنا الكثير من الحلول. يعني بنشوف إنه مثلا عندنا مدن مستدامة، مدن صديقة للبيئة، تطوير الأحياء، تطوير المشاريع بحيث إنه نحد أكثر من الانبعاث الكربوني، خليني أقول، وتحافظ على المناخ. لو كان عندنا يعني اضطرارية لاستخدام النفط في بعض الأمور، لا كذا بتطلع فيه. لا قاعد اسمع، قاعد اسمع رؤى، قاعد اسمع والله، قاعد اسمع وترتيني انه لو حتى كان عايز استخدام وش فيك يا رؤى انت اليوم انت متوتره، ما ادري ايش فيك، ما ادري يا اختي، الحسبه مختلفه، الحسبه عندي احد مو اثنين. على اي حال يعني كنت اقول في نفس الوقت عندنا مثلا الحين المشروع الكبير اللي قايمه بين المملكه العربيه السعوديه اللي هو نتكلم عن السعوديه الخضراء ومستوى التسجير، وكيف كثير من الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه كيف لها دور مجتمعي في زراعه الكثير من المناطق. يعني حتى لو نبغى نتكلم على مستوى المدن الصناعيه، صح حتى عندنا عندك نيوم الحين، عندك القديه، عندك الدرعيه، عندك يعني حتى على سبيل المثال يعني مثال حي لو بنتكلم اللي هو البوليفارد او بوليفارد سيتي. صحيح. يعني هذه كلها لو يعني الشخص اللي مركز واللي تهم هذه الامور راح يعرف انا وش قاعده اتكلم عنه وش اقصد، لانه حتى في نيوم في احد الفيديوهات اللي شفتها منتشره انه في نيوم في اجهزه إذا خلصتي مثلاً من العلبة اللي معاك أو شيء تحطينها وتعيد تدويرها وانت واقفة، يعني شيء من المستقبل نقول، يعني ما تروح المكان وهي في مكانها يتم إعادة تدويرها، وكثير من هذه الأمور. لكن أنا برجع الفيديو الموناليزا، أول شيء ليه حساء القرع؟ يعني ليه مو بألوان؟ ليه مو بشيء؟ يعني هل في، أنا الصراحة يعني حاولت أبحث موضوع ليه حساء القرع؟ ليه مو بالعدس؟
ليه مو بلون؟ ليه مو بقهوة؟ ليه يعني ايش معنى حساء القرع بالتحديد؟ يعني هل في شيء او في رسالة معينة هم يحبون يوصلونها؟ هذا شيء. الشيء الثاني انا لاحظت فيه كمان ما ادري اذا هم سكيورتي او شيء جايين ماسكين الحاجز ان عشان الناس ما تصور ولا عشان هم قاعدين يحمونهم ولا يعني كمان في أسئلة كثير. أنا ما أعرف بأمانة بصراحة فكرت فيهم هذا، هل هم عشان يمنعوا تصويرهم ولا عشان ما حد يتعدى عليهم؟ ما حيتعدى عليهم لأن التصوير فيه يعني مستحيل، فأنا أتوقع ما حيتعدى عليهم.